فكل هذه الأزمات أثبتت أنها لا تستثني أحداً وتدفعنا للمضي قدماً للوفاء بالتزاماتنا التي نجيئها من مؤتمر إلى آخر في وقت الذي تتضامن فيه التغيرات البيئية وتتفاقم وقد تخرج عن سيطرتنا إلى إذا لم نضع اليوم خطة تحرك عملية واضحة والانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الفعل ومن مرحلة التعهد إلى مرحلة التنفيذ، لأن الفعل والتنفيذ هما بالتأكيد أقل كلفة من اللافعل. فإذا لم نتحرك اليوم سنضطر إلى دفع تريليونات الدولارات في الغد القريب، مما يحتم علينا تحويل التحديات إلى فرص للتعاون بين دولنا من أجل دمج العوامل البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في جميع عمليات صنع القرار وتشجيع نمو التمويل المستدام في مختلف القطاعات والحوكمة البيئية لإعادة بناء كوكبنا بشكل أفضل. وفي هذا السياق أضم صوتي إلى نداء معالي الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التحرك المتضامن والاتخاذ القرارات الحاسمة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لإحداث التغيير المرجو وبناء الصمود لا سيما في الدول النامية. وكما تعلمون فإن البلدان النامية لم تكن مسؤولة عن هذه الانبعاثات الحرارية بل هي ضحاياها، إذن فإنه من الإنصاف أن لا تتحمل كل الكلفة على حساب نموها المستدام. وفي هذا الإطار تجدد تونس دعوتها للجهات المانحة والدول المتقدمة للعمل على دعم جهود الدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، أي the nationally determined contribution أو les contributions nationales déterminées، وتمويل الاستثمارات في المجال البيئي والبنية التحتية المستدامة والطاقات المتجددة، علاوة على تعزيز الشراكات في مجالات البحث والتجديد في القطاعات الخضراء الواعدة. السيدات والسادة، لأن تونس خضراء وستظل خضراء أبد الدهر، وضعت الحكومة السياسة البيئية على سلم أولويات برامجها الإصلاحية لتعزيز أسس الاقتصاد المستدام والدائري والأخضر والانتقال نحو الطاقات المتجددة والنظيفة ضمن رؤية استراتيجية قائمة على مقاربة تشاركية مع القطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة يحتل فيها الاستثمار في رأس المال البشري صدارة اهتماماتنا. وإننا نأمل ولا شك بذلك أن يشكل هذا المؤتمر قناة للتعاون من أجل المساعدة على المضي قدماً في برامجنا الوطنية وتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني الأخضر. في الختام أرجو لفعاليات مؤتمرنا اليوم النجاح لما فيه خير شعوبنا وبما يحفظ حقها وحق الأجيال القادمة وحق كوكبنا في مستقبل أكثر عدلاً وأماناً وإنصافاً. شكراً جزيلاً. Thank you, Your Excellency.